السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة على قناة أسرار السيد والمسايد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله عايز أشارككم فكرة كده جميلة عملتها. كان عندي شوية فراخ وشوية بط زي ما أنتم شايفين كده، والعدد عدد الفراخ قليل بالنسبة لعدد الذكور في البيوت زي ما انتوا سامعين، بيو كتير. فالبيو كما بتبقى كتيرة بتكسر الفراخ وبتبهدل الفراخ، بتطير الريش من ظهرها، ريش كتيرة من ظهرها بيقع بتبهدل الفراخ. بس بس خلاص خلاص عاملين حفلة. المهم كنا جايبين شوية برضو فراخ براهمة، طلعوا الفراخ البراهمة كلها معظمها بيبقى ذكور، لأن أصحاب الفراخ بينقوا الكتكوت الصغير، لأن عارفين الكتكوت الصغير بيطلع إيه، بيبقى نتاية، بيبقى فرخة زي دي كده. فنادر ما بيعدي منهم واحدة وبتبقى فرخة، فمعظمهم بيبيعوا الديوك ليه حجمها كبير وهم صغيرين، عمر يوم لعشر ايام او شهر كده. فالمهم الفكرة اللي انا عملتها علشان الديوك ما تجريش ورا الفراخ ورا البرابر وتعدهم، ربطت في كل رجل ديك قماشة، قطعة من القماش كده او زيق او خرقة او حاجة زي الحبل كده او الخيط، بس طبعا هي واسعة على رجل الديك، يعني رجل الديك تروح وتدي فيها عادي، ما هي الزنقة على رجل الديك نفسه، ولكن لما يجي يمشي يدوبك يمشي زي ما انتم شايفين كده بالعافية. انما لو حب يجري ما يعرفش يجري، شايفينها؟ حب يجري ورا الفرخة، لو حب يجري ورا الفرخة يتكعبل ويقع، فهم يدوبك بيعرفوا يمشوا بس ما يعرفوش يجروا. طبعا كانوا معذبيني وعاملين صوت على السطح ويجروا ورا الفراخ ويكسروا البط وما بيخلوش، والديوك بتبقى شرسة شوية، دي ديوك بلدي. فالفكرة دي بصراحة قعدت افكر علشان ما يجروش ورا بعض، وما يعني حبستهم في الاوضه بقوا ينقروا بعض وبهدلوا وشه بعض، لدرجه ان بص العرف بتاع الديك تلاقوه اسمر متعور، في حتت سمرة كده متعور، ويمكن مش واضح شويه لان احنا تحت الصاج، ما دخلت تحت الصاج في الظل. احاول ابين لكم بس الحبل اللي في رجلين الديك اهو، بيبقى زي الخرخال كده واسع على رجليه، ولكن في عقدتين ثلاثة ميتين فوق بعض كده، بحيث ان ما يبقاش زانق على رجلين الديك نفسه. اهو بصوا الديك يفتح رجليه دوبك كده يخطي يمشي. انما عشان يجري يروح واقع على وشه وما يعرفش يجري، فبالتالي ما يجروش ورا الفراخ، ونضمن ان احنا كده ايه ما يبهدلوش الطير عندنا على السطح. اتمنى ان الصورة تكون واضحة. الفكرة دي جات لي من يعني الناس الفلاحين عندنا بيعملوها في الحوالة والمعيز، ما يبقى عنده جدي كده وعاوز واحد عنده جدي وعاوز يربطه، بيربط رجليه ببعضها، بس بيربط خلف خلاف، يعني الرجل اليمين قدام مثلا مع الرجل الشمال ورا، او الرجل الشمال قدام مع الرجل اليمين ورا عكس بعض، بحيث ان هو ما يجري ما يعرفش يجري، يعني يسيب له مسافة كده يعرف يمشي بس، انما يجري بسرعة ما يعرفش يجري. هي فيها عذاب شوية ولكن ومشقة على الطائر أو الحيوان، ولكن ده الحل الوحيد والحل الأمثل. يعني أنا
حتى فرعون ما جه يهدد قال لو قطعنا أرجلكم من خلاف، اللي هو كان يعني يقطع ايد الشخص مثلا اليمين ورجله الشمال، او يقطع له ايه، او يعكس الموضوع يعني، فالموضوع بيبقى فيه مشقة جامدة. ومعرفش بصراحة ايه الحكم التانية يعني في الموضوع ده، بس انا حاسس انه فيه مشقة يعني، ان الواحد يبقى عنده ايده اليمين مثلا سليمة ورجله الشمال سليمة، والايد الشمال والرجل اليمين مثلا يكونوا مقطعين، ده حاجة ما علينا، مش عايزين ندخله في قصص تانية. بس زي ما انتوا شايفين اهوت الديك بمشي يحجل، هو اخره يمشي بس ما عرفش يجري. فاي حد عنده ديوك كتير على السطح ومزهقين وبيقعد يجري ولا الطير ويجروا ورا بعض ومبهدلين الدنيا، ده الحل الامثل والحل الوحيد ان هو يربط رجلين الديك في بعضها زي كده، يسيب له مسافة يا دوبك يعرف يخط يمشي كده بس. تقريبا التصوير ممكن ما يكونش واضح لان تحت الظل، تحت الصاج ظل. بصوا بيمشي لكن ما يعرفش يجري. يجري يروح متكعب الواقع على وشه على طول. وبصراحة من ساعة ما روضتهم ما عادوش بيجروا ورا بعض خالص خالص. انا كان نفسي اصورهم كلكم قبل ما اربط رجليهم كده، بس ما جاتش ببالي الفكره ان انا اصورهم واشارككم الفكره دي اصلا يعني، بس من كتر ما كان لها مفعول قوي وحسيت بيه بصراحه، لان انا بطلع اقعد على السطح كتير بتاع البيت، فحسيت ان لها مفعول قوي بصراحه. تنسوش يا جماعة في دايما معانا قناة بندعمها، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة اللي فيها. واللي عنده قناة عاوز يدعمها يتواصل معايا على الواتساب، يبعت لي بس رابط القناة بتاعته ان شاء الله هحطها له في اول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. واستودعكم الله.